مارك بتعرف بكل برمتي بكل العالم وين ما اروح اقول لهم بقول لهم دائما لبنان بضل بالف خير طالما في ناس عم بتفكر فيه وفي طالما في ناس عم بتسنده. ونحن بنعرف قديش في بروجكتس بلبنان قديش في مشاريع بيناتهم المشروع نحن واقفين تحته قديش عم بيوقفوا وعم بيسندوا العالم. دائما بنقول اعطوهم الصناره ما تعطوهم السمكه. والتعاونيات بلبنان ما بدها غير حدا يسندها يعلمها كيف تعمل ماركتينج يوقف حدا يساعدها بالبيع والحاله بتصير باحلى حال. مزبوط ونحن موجودين لنساعد قد ما فينا. فهون نحن كان البروجي اسمه سيدي فور يلي هو مول من يو اس ايد تنفذ من لاندو ليكس 37 بالشراكة مع جورج فريم فونديشن. اللي صار انه من شهر تقريبا تعرفنا عليهم اجوا لعنا عملوا تريننج. بهيدا تريننج نحن خبرناهم شوي الاكسبيرينس تبعنا لاخر سنين مين ببيع مين ما ببيع والماركت ليه مهم وليه مش مهم. انا بدي خبرك شغلي انه اليوم في كثير ناس تجي بتقول بعد ما ربحت ورقه لوتو صح تجي بتسال انه بس بدك تشتريها. فهون زيت الشيء نحن بندعي كل العالم وكل الضياع انه بدها حدا يساعدها بدك تتساعد بدك تبلش انت باول الطريق عمول تعاونيه وبعدين بيجي 100 واحد يوقف حدك. الماركت كثير مهم لانه بخلي الناس تنجمع تعرف البرودكت تبعك اشتغل صح وبضل في حدا يشتري اشتغل مزبوط وبضل في حدا عينه عليك تسندك وتوقف حدك. هيدا الاتحاد اللي صار وقف حدهم علمهم تفاصيل صغيره انه انت انا وياك فينا نعمل شويه مربى انت بتحط التفاحات وانا السكرات في قلدك كمان بس وين بدنا نبيعهم فساعدون باكج منيح مزبوط اكسس تو ماركت صح ويب سايت صح. انت بتقول دائما اذا انت ما بتعرفي مدام تعملي سوشيال ميديا بنتك بتعرف 100% صح. فمنقول له ميرسي وثانكيو لانه امنوا فينا نحن ميد باي نيتشر اجوا حطوا اغراضهم عنا. هذا المشروع مرجع مذكركم هون هو اكثر من 900 عائله او اس ام اي او شركه صغيره او جمعيه او ضيعه فيها تيجي تحط اغراضها تنعرفهم لبعضهم للعالم لبعضهم تحدا يجي من برا يقول حبيت هذا البرودكت هتا اخده تسوقه برات لبنان تست بيت او تعائله او تولاد يقولوا عبالي اكل مربى ببيت بدل ما اكل هذا الشيء الاسود اللي بنجيبه من ايطاليا وغيره من الاشياء. صح نحن بنقول لهم بميد باي نيتشر انه انتم فوكس اون دوينج ذا بيست برودكت نحن قد ما فينا بنساعدكم بالتسويق. وهون أنتني يعني بتعرف انت بلا راديو بتخبر اخبارك كله عنهم. طيب فيك ترجع تسمع اليوم بلا ما تطلع؟ اكيد سيدي فور هيدا اول شغله البروجي أه. مول من يو اس ايد أه. اوكي بالتعاون من خلال لاند اوليك 37 بالشراكه مع جورج فريم فونديشن مونسيون تري بيان. من خلال برنامج سي دي فور الممول من يو اس ايد وعم يتنفذ من قبل لاندو ليكس فنشر 37 خمس تعاونيات بالشراكة مع مؤسسة جورج فريم فاونديشن وتعاونية بالشراكة مع فير تريد لبنان اليوم موجودين معنا بالمعرض عم بيشاركوا وعم يعرضوا منتجاتهم المونة اللي عم بيصنعوها. بالإضافة هيدا المعرض فرصة للتعاونيات ليكونوا عم بيطبقوا المعلومات وكل شيء تدريب تدربوا عليه من خلال هيدا البرنامج. تعاونية المجدلية من شغلة كل هالمنتجات الحلوة اللي هون كلها شغل أيادي ستات بتشتغل بمحبة. عنا صابون بلدي زيتون زيت زيتون خل حلويات كشك صناع. وأنا بدي أشكر اليو اس ايد والمؤسسة جورج فريم واللاندو ليكس يلي عطيونا هالفرصة أنه نعرض ونتعرف على العالم ونعرف العالم علينا. إميلي حيدر من تعاونية بسكنتا. اسم تعاونيتنا بسكنتا نحن اسمنا بيدل علينا لأنه نحن من ضايعة بالمتن العالي. منشتغل أساس شغلنا على أشياء أورغانيك هي التفاح والبندورة لأنه هن إنتاج ضايعتنا.
هيدا المعرض فادنا بالتأكيد بالتعاون مع مؤسسة جورج فريم فونديشن سيدي فور، هن ساعدونا تنركز على البرودويات اللي لازم نشتغلهم، لأنه كنا نشتغل أشياء كتيرة. هلأ ركزنا على كذا برودكت اللي هن التفاح، لأننا نحن نتميز بمعكرون دبس التفاح وكعك دبس التفاح، والمربيات الأوريجينال مع الكاتشب والصوص الخضرة تبعيت البندورة. المعرض هون ساعدنا أنه يتعرفوا علينا زيادة. فاطمة تراد من جدات القيطة عكار، نحن مجموعة سيدات نشتغل مونة، اسم مونتنا كرم الهوى، ولازم لأن سيدات العالم تشجعنا أكثر، والموني هي إرث الجدات، يعني إحنا ورثناه عن جداتنا، وشي طبيعي وصحي من مثل ما منطعمي أولادنا منطعمي الكل. شكرا شكرا للي دربونا واللي ساعدونا. رينا العاني من تعاونية كوكبة، نحن بنشتغل بالموني، واكثر شيء عندنا مشهورين بالزيت والزيتون، وهن في عندنا ستات يعني شوي كبار بالعمر والاصغر، وبيشتغلوا من كل قلبهم اكيد، وكل المونه اللي عندنا كلها طبيعيه 100%. ونحن بنشكر اللي دعونا على المعرض، عرفونا على ناس جداد، واستفدنا من هالمعرض، واستفدنا من الدورات كمان اللي عملونا اياها اليو اس ايد، ونحن بنشكرهم على كل شيء عملوا معنا. اسمي وداد عواد من أرطبة، نحن من تعاونية إنتاجية زراعية أرطبة. نحن اليوم بالمعرض بكسليك، ونحن كتير استفدنا من الدورات اللي انعملت، كانت كتير إجابة منيحة، وهلأ نحن بالمعرض صرنا نعرف نسوق أكثر، صرنا تعرفنا على ناس جديد أكثر، ونحن أكيد أكيد منتوجاتنا كلها بلدية 100% من دموات حافظة. أرطبة مونة ضيعتنا، ليكور التفاح من أرطبة. التعاونيات اللي مشاركة معنا اليوم تلقوا تدريبات عن مواضيع عدة، أهمها كيفية إدارة التعاونيات، الإدارة المالية، الحوكمة، وكيفية تحسين جودة منتجاتهم بالإضافة للتسويق. من خلال هيدا المعرض قدروا يطبقوا المعلومات اللي أخدوها، وبذات الوقت لحنا سهلنا لهم دخولهم للأسواق، وأكيد لحنا رح نضل عم نتابع معهم تنحسن أكثر وأكثر المنتجات والتعاونيات بلبنان، وإن شاء الله نقدر نوصل للأسواق الخارجية.